السلام عليكم. نشر مركز حرمون للدراسات المعاصرة دراسة حديثة عن خريطة التشيع في سوريا، وذكرت الدراسة التي استندت إلى بحث ميداني أجراه الاتحاد الأوروبي في عام 2006 إلى أن إيران تركز جهودها في التشيع على أقليتي الإسماعيلية والعلوية في سوريا. وخلصت الدراسة إلى أن من شأن استمرار المعدل الحالي للتشيع بين هاتين الطائفتين أن يقود إلى انقراض الطائفة الإسماعيلية في البلد في غضون 10 سنين، بينما بعد ربع قرن لن يكون هناك علويون في سوريا. أمام هذه المعطيات يبقى السؤال مطروحا، لماذا كل هذه الاستماتة الإيرانية في تشييع السوريين؟ ولماذا تتعامل طهران مع سوريا كقضية وجودية؟ ما محددات مشروع طهران في سوريا؟ وإلى أين يتجه الوجود الإيراني السياسي والميداني والمذهبي في البلاد في ظل التفاعلات الدولية الناشئة والتي تعبر عنها التفاهمات الروسية مع الأمريكيين والإسرائيليين؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء المتجدد. حصان طروادة، مثلت الحرب السورية فرصة ذهبية لإيران من أجل تعميق تمددها في المنطقة العربية. فبزعم حماية المراقد المقدسة في سوريا، توافد مسلحو الحرس الثوري الإيراني لدعم نظام بشار الأسد ضد ثورة الشعب السوري، بل تخطى الأمر ذلك إلى تكوين ميليشيات طائفية متعددة الجنسيات، بلغ عددها عشرات الآلاف من المسلحين الذين تلقوا تدريباتهم العسكرية وشحنوا نفسياً ومعنوياً على أيدي القوات الإيرانية. تمدد إيراني يضيف بعداً جديداً لحلم يختلف المحللون في توصيفه بين إحياء إمبراطورية فارسية قديمة وبين تكوين هلال أو بدر مذهبي شيعي في قلب العالم العربي وعلى حساب المناطق السنية فيها، عبر عمليات تشييع للسكان في مناطق عدة وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي في مناطق أخرى. وبحسب محللين فإن سوريا تمثل جزءاً بالغ الأهمية ضمن مشروع إيراني لإنشاء ممر استراتيجي ينطلق من طهران حتى ساحل البحر المتوسط مروراً بمناطق النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، مشروع بدا متقاطعاً مع مشروعات أخرى ترسم للمنطقة العربية، لا سيما المشروع الأمريكي الهادف إلى تقسيم بعض الدول العربية. ورغم ما يبدو من عداء بين الطرفين الأمريكي والإيراني، إلا أن ذلك في رأي كثير من الخبراء لا يتعدى تضارب المصالح بين واشنطن التي ترى المشروع الإيراني أداة لتحقيق مشروعها الأكبر، وبين طهران التي ترى نفسها شريكاً وربما منافساً للمشروع الأمريكي في المنطقة. وبين هذا وذاك، نجحت إيران في ترسيخ وجودها في سوريا عبر اتفاقات تهجير قسري للسكان السوريين من مدنهم وقراهم وإحلال بعض السكان الشيعة من جنسيات أخرى مكانهم بعد تجنيسهم، مستفيدة في ذلك من مشروع استراتيجي آخر في المنطقة تمثله روسيا ورغبتها في السيطرة وبسط نفوذ على سواحل البحر المتوسط، في حين يظل العرب منشغلين بأزماتهم الداخلية وصراعاتهم البينية. أرحب بضيوف الحلقة في الاستوديو، الدكتور طلال مصطفى الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وعبر سكايب من العاصمة الهولندية أمستردام الأستاذ سعد الكعبي الباحث في الشأن الإيراني، ومن لندن عبر الهاتف الأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي السوري. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت من أمستردام سيد سعد، تركيز إيراني شديد على سوريا ليس الآن وإنما منذ عقود، وكأن هذا البلد يمثل تحديا وجوديا لإيران كلها، ما سر هذا الاهتمام الإيراني الشديد بسوريا برأيك؟ نعم، تحياتي أخي الكريم وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. إيران كمشروع أنا أعتقد بأنه مشروع طائفي عقائدي ينطلق من هذا المنطلق، فالشام بالنسبة له بهذه العقلية الإيرانية الطائفية تنظر بعين أنها الشام هو معقل الخلافة الأموية، ومن المعروف أن العقيدة الشيعية أو بالأحرى الصفوية لها العداء الكبير والعداء التاريخي إن صح التعبير مع الخلافة بين قوسين الأموية،
فهي تعتبر بأن كل أهل السنة هم ينتمون لهذه الخلافة، وهنالك ثأر تاريخي وعقائدي تنطلق من إيران لا بين قوسين الإسلامية، التي تنطلق من دوافع طائفية. لماذا بين قوسين إسلامية أستاذ سيد سعد؟ أعتقد أن من يحارب المسلمين والشعوب العربية المسلمة جدير أن نضعه بين قوسين الإسلامية. ما المشكلة إذا كانت المحاربة على أساس سياسي وليس على أساس يعني أنها حرب على الإسلام والمسلمين؟ طبعا هو حديثنا سياسي هنا. نعم أخي الكريم، لو كان هنالك المسألة سياسية وخلاف سياسي لا بررنا لهذه الأمور، وهنالك مصالح ومعطيات لربما للمصالح الوطنية الإيرانية، ولكن نجد أنها تذبح وتقتل المسلمين وتعيث وتتدخل بالشؤون العربية والدول المجاورة لأهداف ومشاريع باتت معلومة للجميع. فتاريخ نشوب إيران أساسا بالدرجة الأولى منذ عام 1925، وعندما جاء رضا بهلوي الشاه الأب وانقلب على الدولة الغاجارية عندما كان هو رئيسا لوزراء تلك الحكومة، احتل أول ما فعله هو احتلال الأقاليم المجاورة مثل إقليم كردستان وعربستان الأحواز حاليا وبلوشستان، وأقام وأعلن الدولة الإيرانية عام 1936. طيب معلش سيد سعد، يعني معذرة عن المقاطعة، لو عدنا إلى صلب الموضوع، يعني أنت برأيك هل إيران بما تملكه من تراث سياسي وثقافة وحكم يعني يشهد له بالدهاء السياسي، هل من المعقول أن تؤسس تمددها في سوريا على قاعدة أنها فقط لأنها كانت عاصمة الأمويين فقط؟ لا بالتأكيد، هنالك أمور يعني لو أن يعني عدنا بالتاريخ قليلا، إيران ما وجدت إيران إلا بدعم غربي، وعندما نتكلم لنتكلم بالسياسة لا نتكلم بالعواطف والأمور التاريخية لربما تجرنا إلى أمور أخرى، ولكن نتكلم بأمور ومعطيات ملموسة أمامنا في التاريخ حصلت. عندما دعمت بالبداية بريطانيا مجيء رضا بهلوي إلى سدة الحكم في إيران وتلته دعمها لابنه محمد رضا بهلوي، ومن ثم جاء الغرب الخميني ليكمل مشروع السياسي العنصري والطائفي معا ليجتمعان في هذا النظام الحالي البلدي الآن في طهران، فهنالك مشروع توسع طائفي في المنطقة، هنالك الحرب على العراق واعتدائها على العراق، هنالك احتلالها للعواصم العربية، احتلالها لدعمها للمعارضات والميليشيات الطائفية الموجودة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق. طيب وضحت الفكرة دكتور طلال، أنت كنت أحد اثنين قاما بالدراسة صحيح. وهي خريطة التشيع في سوريا، واستندتما في دراستكما على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في 2006 وكذلك بحث ميداني أوروبي للاتحاد الأوروبي في العام نفسه. ما الاستنتاجات الأساسية التي خلصت إليها أنت وزميلك في هذه الدراسة من ناحية التركيز الجغرافي الإيراني في عملية التشييع داخل سوريا؟ شكرا، مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. بداية، نحن في مركز حرمون قمنا بسلسلة من الأبحاث الخاصة بظاهرة التشيع في سوريا، بدءا من محددات الوجود الإيراني في سوريا، ثم إلى ماهية المؤسسات التي استندت إليها إيران أو النظام الإيراني في عملية التشيع، ثم ودرسنا أو أوجدنا خارطة لظاهرة التشيع في كافة المدن والبلدات السورية. الأهم الاستنتاج الأول أن ظاهرة التشيع هي ليست بجديدة، ليست بحديثة، يعني ربما البعض خاصة بالنسبة للمواطنين العاديين اعتقد أن ما بعد 2011 بدأت ظاهرة التشيع، يعني بعد التدخل الإيراني على أثر الثورة السورية، لكن ظاهرة التشيع بدأت بانتصار الثورة أو ما يسمى بالثورة الإسلامية أو بوصول الخميني إلى الحكم 1979، وهذه المسألة ليست بجديدة، هم من أعلنوا أن عقيدتهم هي عقيدة تصدير الثورة، تصدير الثورة
وهم في الدستور يقولون أنهم دولة إسلامية شيعية، أي يتكئون على المذهب الشيعي. وفكرة تصدير الثورة وجدت بال79 بانتصار أو بوصول الخميني إلى الحكم، وهذه المسألة بدأت باتجاه الدول العربية الإسلامية، باتجاه العراق، باتجاه لبنان ومعروف حزب الله وحركة أمل، وأيضا باتجاه سوريا. باتجاه سوريا لاحظناها بالملاحظة المباشرة وفي بلداتنا ومناطقنا من خلال ما يسمى بجمعية المرتضى الذي أسسها جميل الأسد، شقيق أخ حافظ الأسد. وهذه الجمعية كانت جمعية دينية طائفية واضحة بخطاباتها وبنشاطها. المسألة الثانية هي منذ 81، منذ نشوء جمعية المرتضى، لم تكن ظاهرة التشيع على منطقة محددة، بل امتدت إلى كافة المدن السورية. يعني جمعية المرتضى قامت أو بنشاطات في دير الزور وفي رقة وفي حمص وفي حماة وفي درعا وفي حماة وفي كافة المدن، لكن ربما ظاهرة التشيع أخذت ربما مسارات تنخفض. يعني بعد 83 حلت جمعية المرتضى إلى حد ما، لكن هذا لا يعني أنه مؤسسات التشيع الإيراني لم تبقى موجودة، فهي انوجدت بسوريا من الثمانينات بموجودة بمؤسسات تعليمية. هناك كان معاهد، مدارس، أيضا حسينيات، بناء حسينيات، نعم، وبناء مؤسسات اقتصادية وثقافية ومعيشية والعديد من النشاطات التي كانت تقوم بها إيران بكافة المدن والبلدات السورية. نحن قمنا بسرد لدراسة الاتحاد الأوروبي ولتقرير الولايات المتحدة الأمريكية كخلفية لدراسات السابقة لظاهرة التشيع، لكن نحن وصلنا لاستنتاجات مختلفة. وصلنا لاستنتاجات أن ظاهرة التشيع لم تكن ربما في يعني كثافة التشيع تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن المؤسسات الإيرانية حاولت أن تنشط في كافة المدن وبكافة الطوائف. وهذا ما سأبحثه لم معك. نعم دكتور. لم تتوقف على الطائفة العلوية ولا على الطائفة الإسماعيلية. هذا لو سمحت لي، يعني هذا سأبحثه معك، ولكن يعني يجب أن أذهب الآن لو سمحت لي. إذا الأستاذ بسام جعارة في لندن، أحييك مرة أخرى أستاذ بسام. ما غاية طهران من نشر التشيع في سوريا؟ هل كل هذه التضحيات، إذا صح التعبير، التي قدمتها إيران من ضغوط سياسية ويعني كراهية في الشارع العربي لطهران بسبب سياساتها في سوريا، هل كل ذلك يعني من أجل نشر المذهب الشيعي في سوريا، أم أن ثمة حلم سياسي آخر غير التشيع؟ يعني اسمح لي أحييكم جميعا، وبدي أقول بشكل واضح. أهلا وسهلا. كنت أتابع هذا الأمر منذ استلام الخميني للسلطة. الجميع يعرف كيف شارك حافظ الأسد في الحرب العراقية الإيرانية إلى جانب الإيرانيين منذ اللحظة الأولى، يعني أعلن دعمه وقدم كل ما يمكن تقديمه، تآمر على صدام حسين وزود الخميني بالسلاح وبكل شيء. على نفس الوتر أنا بدي أقول وأعرف تماما ما الذي جرى في دمشق. كان هناك سفير لإيران اسمه الشيخ حسن أختري، كان ضابطا في الحرس الثوري الإيراني، أنشأ معسكر الحرس الثوري الإيراني في منطقة الزبداني وهو معسكر شهير. أيضا كان المركز الثقافي الإيراني يقوم بدور يعني دور فظيع نشر النفوذ الإيراني، كانوا يقدمون الرشاوى للمثقفين، كانوا يتدخلون بشؤون وزارة الثقافة ووزارة الإعلام من خلال حسن أختري. وأيضا أنا حضرت اجتماعا كان بي حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية اجتماع رسمي مع الحكومة السورية، كان حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية لا الكلام إلا إذا أومى إليه حسن أختري بالموافقة، بمعنى من كان الشأن الإيراني في سوريا هو أهم من نائب رئيس الجمهورية حسن. اللي بدي أقوله أيضا بشكل واضح، أذكر تماما كيف تم الطلب من وزير التموين أن يغير اسم مجمع الأمويين في البرامج، لم يعجب حسن أختري هذا الاسم، وأيضا طلبوا تغيير اسم ساحة الأمويين. وعندما اتصلوا بحافظ أسد قال لهم
لا يعني لا ترد على السفير. انا ايضا بتذكر هددني فائد نحاس شخصيا وبحضور وزير الاعلام عندما فتحت ملف فساده وعلاقته بايران وبالحجاج الايرانيين. ساقول لك ماذا قال حرفيا. سالني امام رئيس امام وزير الاعلام في تشرين ثاني 87 وكانت الحكومه جديده. قال لي هل تعرف لماذا صار عبد الرؤوف الكسم رئيس وزراء؟ قلت لا اعرف. قال لانه اراد منع رفع الاعلام الشيعيه في السبت زينب وعطل. طب لماذا كل هذا سيد بسام؟ لماذا كل هذا تفعله ايران في سوريا برايك؟ هم يريدون احتلال المنطقه كلها، هذا حلم فارسي يعني بشعارات طائفيه، يعني هم كل اسبوع في الجامع الاموي يشتمون الصحابه عمر ابو بكر عثمان على المكتوب ويقولون دوله شيعيه. يعني كيف يكون المشروع فارسيا وكل ادوات ايران هي ادوات دينيه ويتجنب تماما ادوات هذا، يعني هو لا يستطيع ان يستخدم الجمهور تحت عنوان شعارات فارسيه، كيف سيستخدم عربيه؟ بينما يستطيع استخدام الشيعه والسنه. من أين استقي يعني سيد بسام، من أين استقي النفس الفارسي إذا ما كان كل شيء يوحي بأن إيران تتصرف وفق عقيدة؟ يعني خليني أقول لك بشكل واضح، لو كان الأمر يتعلق فقط بالعقيدة لما طاردوا الشيعة العرب. انظر كيف يتعاملون مع الشيعة العرب في العراق، يحتقرون الجميع، يحتقروا أي عربي بغض النظر كان سنيا أو شيعيا. يعني خليني اقول يعني هو مشروع دينيا، هو مشروع طائفي، وفرق هائل بين المشروع الديني والمشروع الطائفي. المشروع الطائفي ادواته قذره تبدا من القتل ولا تنتهي في يعني حشق المدن وتجويع الناس وقتل الناس بكل انواع الاسلحه المحرمه. طيب وضحت الفكره، دعني اعود مره اخرى الى امستردام في هولندا. سيد سعد، يعني ما محددات الوجود الإيراني في سوريا؟ الأسس التي يقوم عليها هذا الوجود؟ طبعا هي محددات واضحة طائفية بحتة صرفة يعني، وأنا أعود إلى نقطة حتى يعني أرتكز عليها في الإجابة. عندما نقول أنهم يرتكزون على الطائفية، يعني على سبيل المثال المرجعية في النجف وفي قم هنالك جميع المراجع من أصول فارسية وأعجمية، لا يسمحون لأن يكون هنالك مرجع شيعي عربي، وإن حصل هنالك برز أحد مثلا المراجع العرب يقومون باستهدافه وبتشويه صورته، وإلى الآن لم نجد هنالك مرجعا يترأس النجف الأشرف في العراق أو في قم المقدسة كما يدعون بأنه يكون من أصول عربية، وهذا يعني نفس العنصري القومي في التركيبة العقائدية الموجودة في النظام الملالي في طهران. أما مرتكزاتهم طبعا تقوم على الأقليات الموجودة ودعمها في سوريا، مثل دعمهم للعلويين والشيعة الاثنى عشرية والدروز والطوائف المسيحية الأخرى، لربما يعني يكون هنالك بعض الجوانب أن يخترقوا هذه الطوائف والأقليات بحجج مختلفة. طبعا شاهدنا بكثير هنالك وأيضا شعار رفع شعار نصرة المستضعفين في الأرض، وهذا الشعار التي بداية الثورة الإيرانية عندما لوحت به لكن سيد سعد، يعني لهذا الشعار شعار نصرة المستضعفين في الأرض له نصيب على الأرض الواقع، فهي تدعم المقاومة مثلا حركة حماس في غزة. حتى إذا يعني أنا يعني عندي طبعا هي لا تدعم كف فلسطين وتدعم ضد إسرائيل، وأنا أعتقد أن هنالك دور لهذه الحكومة للدولة الإيرانية، هنالك دور يعني يراد منه هو يعني زرع الخلاف بين العرب والمسلمين في القضية الفلسطينية، هنالك صدام مع الجانب لربما إن صح التعبير جانب المملكة العربية السعودية والجانب المصري والجانب الأردني بجانب آخر، وهنالك يعني لعب إيران في الزرع الفتن وزرع
ودورها في التناقضات الموجودة، استغلال التناقضات الموجودة والمفارقات الموجودة بين الصف العربي، هي طريقة إيران المعتادة للاختراق. نعم. لا سيما هنا حماس، يعني هي للأسف الشديد أنا يعني نلوم الأخوة في حماس في يعني مواقفها، وهنالك مواقف مشروطة لحماس بمقابل هذا الدعم الإيراني لربما السياسي، وحتى طيب. أنه لا يرتقي إلى أن يكون دعما حقيقيا لتحرير الأراضي الفلسطينية. طيب. سنبحث بعد الفاصل إلى أي مدى نجحت إيران في تكريس وجودها في سوريا على أساس مذهبي، ولكن دعونا نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نستأنف الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن التمدد المذهبي الإيراني في سوريا. قبل متابعة الحديث مع ضيوفنا إليكم التقرير التالي الذي يرصد أبرز وسائل طهران في نشر التشيع داخل سوريا. نسبة الشيعة الجعفرية في سوريا لا تتجاوز 14% من السكان. أنشطة التشيع في سوريا. المعارض الثقافية الإيرانية، الاحتفالات والمهرجانات الخطابية في الأعياد الشيعية، شراء أماكن ونسبتها إلى آل البيت، تسهيل الدراسة في الحوزات ومنح الدارسين رواتب، تشجيع التشيع بالمغريات المالية والاجتماعية، انتشار مؤسسات التشيع منذ التدخل الإيراني في سوريا عام 2012، السفارة الإيرانية في دمشق، المراكز الثقافية الإيرانية، القنصلية الإيرانية في حلب، المدارس الشرعية الشيعية، المؤسسات والجمعيات الدينية التي أسستها إيران، جامعة حلب، جامعة الرسول الأعظم باللاذقية، كلية الشريعة في جامعة تشرين، المكاتب التابعة للميليشيات الموالية لإيران، وتكاد لا تخلو مدينة سورية من مؤسسة أو نشاط للتشيع. نعم، تابعنا تقريرا يرصد وسائل طهران في نشر التشيع داخل سوريا. أعود إليك دكتور طلال، بلغة الأرقام ما مدى النجاح الذي أصابته طهران في نشر التشيع في سوريا، وهل هذه المتوالية في نشر التشيع زادت بعد الثورة السورية أم تراجعت؟ في الواقع هناك، إذا ما أخذنا نسبة التشيع، هناك بحالة ازدياد حتى ما قبل 2011. طبعا النظام الإيراني استغل نقاط ضعف السوريين، هو الحاجة المادية، فبدأ عملية التشيع من خلال تقديم قروض مالية أو تقديم منح دراسية داخل سوريا وفي إيران مجانية. نعم. للطلاب مقابل التشيع. أيضا أوجدت مؤسسات تعليمية، مثلا أوجدت معهد الرقية وفرع للجامعة الإسلامية، من يدرس من الأساتذة الجامعيين كان ينال مبالغ ضخمة، خاصة إذا ما حصل أو قبل بالتشيع. ويعني أنا من الذين يعني عرض علي التشيع مقابل مثلا راتب الأستاذ الجامعي كان 70,000 مقابل 100,000 أو أكثر من 100,000 شهريا، دون القيام بأي عمل، مجرد الحضور والنشاط الثقافي والنشاط العلمي لصالح هذه المؤسسات. أوجدت إيران مؤسسات أو حتى خلينا نسميها مفاصل ضمن المؤسسات السورية. على سبيل المثال جامعة دمشق، هناك موقع كان اسمه أمين الجامعة، وهو موقع إداري، لكن كون هذا الموقع كان دائما لشخصية شيعية، هو الدكتور عباس صندوق، فكان حتى وزير التعليم العالي لا يستطيع أن يوقع أو أن يقوم بأي نشاط أو أن يقبل أي أو أن يوافق على أي شيء دون العودة إلى عباس صندوق. رئيس الجامعة كذلك، عمداء الكليات، الجميع يريد إرضاء عباس صندوق لأنه هو
زلمت السفارة الإيرانية. هل هذا النشاط يدخل تحت عنوان نجاح إيران في تثبيت أقدامها؟ بالضبط. وهذا الشيء ما قبل 2011، ما حصل بعد 2011. منذ اليوم الأول كان هناك طائرات تأخذ من السوريين إلى إيران ليقوموا بدورة تدريبية قصيرة مدتها 15 يوم ويأتون إلى استخدام السلاح منذ اليوم الأول للثورة السورية ب 2011. وهذا ما حصل بعد 2011. حصل نوع من النفوذ بما فيه ليس فقط نفوذ تعليمي واجتماعي وترفيهي، بل نفوذ عسكري وخاصة في بعض المدن التي لها يعني موقع استراتيجي كمدينة حمص. مدينة حمص من قام بقتل المتظاهرين منذ اليوم الأول هم الشيعة، أو خلينا نسميها المجموعات الشيعية التابعة لإيران، قبل المؤسسات الأمنية التابعة للنظام أو غيرها. حمص كانت مهمة بالنسبة لهم للنظام وأيضا للمؤسسات الإيرانية، كونها هي كما نعلم هي حدودية مع ثلاث دول وأكبر محافظة في سوريا، لبنان، وأيضا هي صلة الوصل ما بين الساحل ودمشق والمدن الجنوبية. إذن هناك لاحظنا أنه في نوع من التقدم، نوع من الوجود أو النفوذ أصبح واضح. مثلا على سبيل المثال مدينة دمشق بال 2012 كانت المسؤولية الأمنية هي فقط للميليشيات الإيرانية، كل مدينة دمشق. طيب يعني كلام مهم، من يحمل من سأبقى معك، أريد أن أبني على ما ذكرته. أنت يعني قلت إن إيران نجحت في إيجاد موطئ قدم قوي لها وترسيخ وجودها في سوريا، هل هذا النجاح يعني يتمظهر في النفوذ العسكري والأمني أم في القاعدة الشعبية الشيعية الإيرانية في سوريا؟ لا، أعتقد النسبة الأكبر أو الأعلى هي النفوذ بالنفوذ العسكري. لكن هذا النفوذ العسكري الأمني شيء طبيعي أن يستقطب قاعدة اجتماعية، قاعدة شعبية، لأنه بين قوسين الناس تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى الحماية. يعني حتى في الثمانينات الكثير من الناس انتسبت إلى جمعية المرتضى للحصول على وظيفة أو لاتقاء شان الفروع الأمنية. وأيضا ما بعد 2011 البعض أيضا حتى بالتكاسي بالسيارات صاروا يحطوا أشرطة الأغاني الشيعية واللطميات. طيب، لاتقاء شان الحواجز. وضحت الفكرة. يعني لو سمحت لي أن أذهب إلى لندن أستاذ بسام، يعني ربما مارست إيران التشييع في سوريا وربما كان هذا الأمر على نطاق واسع، لكن هناك من ينتقد المبالغة في الحديث عن التغيير الديموغرافي الحاصل في سوريا، أن دولة مثل سوريا 2 أو 23 مليون نسمة ودولة متسعة جغرافيا يحتاج الأمر إلى عشرات السنين حتى يبدأ الفارق بالظهور، أليس هناك نوعا من المبالغة؟ كلامك دقيق جدا، خليني أوضح. بالنسبة للشيعة في دمشق، وأنا أعرف هذا الكلام، كنت مستشارا لرئيس الوزراء 10 سنوات، ما تجاوزوا 1% تماما في دمشق. وكان هناك دائما في الحكومة السورية وزير شيعي، دائما كان يتم لحظ، وكان مسؤول عن ملف الشيعة في سوريا وفي لبنان وبالعلاقة مع العراق محمد ناصيف، اللي هو محمد ناصيف بمعنى هو المركز، مركز الاستقطاب، هو من يقرر ماذا يفعل الشيعة وعلى ماذا يحصلون وكل شيء على الإطلاق. وبدي أقول لك بشكل واضح، لم تستطع كل هذه الغزوات التي قامت بها المراكز الثقافية وقامت بها الدولة الإيرانية خارج المناطق الشيعية، يعني عندما أقول خارج المناطق الشيعية أقول أن وضع نبوة الوزراء وبقية المناطق الشيعية كان مختلفا، بنوا هناك مدارس ومشافي وكان هناك رواتب وعلاقات مباشرة، هناك ولاء كامل. ولكن خلينا نحكي بالأرقام وبالأسماء بشكل صريح. بالنسبة للطائفة العلوية، والله لم يستطيع استقطاب 50 شخص. اللي بيعرف، يعني معلش، اللي بيعرف ديانة إخواننا العلويين بالساحل يعرف تماما أنهم أقرب إلى الروس منهم إلى الإيرانيين، بمعنى آخر يرون في المعتقد الشيعي خطرا عليهم وعلى أجيالهم. يعني عند مشايخهم الخمر حلال. أنا طبعا لا أشتم ولا شيء، أنا وسط فقط. وبالتالي
يعني هم عندما جاءت روسيا استبشروا خيرا، كانوا يخشون من النفوذ الشيعي ومن عمليات التشييع أن تأتي إلى مناطقهم، يعني أسلوب حياتهم مختلف 100% عن أسلوب حياة إيرانية. بالنسبة لأخواننا المسيحيين، لا يستطيع أي داعي أي رجل دين شيعي أن يجذب أي مسيحي على الإطلاق. بالنسبة للسنة عارف تماما ماذا فعلوا في دير الزور وفي الحسكة وفي الرقة تحديدا، استطاعوا تشييع بعض القرى وأعداد كبيرة من الناس. ولكن دعني أقول بكل وضوح، والله كان من منطق انتهاز، بمعنى من كان يدخل إلى حزب البعث ليحصل على وظيفة قد أن يدخل أيضا في جمعية المرتضى وفي إطار نشاطات الإيرانية أيضا ليحقق غايات ومنفعة مادية انتهازية أكثر منها عقائدية. أنا لا أخشى على الإطلاق، يعني اليوم يتحدثون عن ظاهرة تشيع، يعني أنا بدي أفترض 100,000 200,000 300,000 400,000 تشيعوا، مليون تشيع. عدد سكان سوريا نعم. في عام 2011 طيب. كان بحدود 24 مليون، وكان العدد يزداد بحدود 600,000 مواليد من أعلى نسب التزايد نعم. في العالم 3.4 طيب. بالألف. يعني معنى آخر أنا لا أخشى، ولكن دعني أقول لك بكل وضوح. طيب باختصار من فضلك، يعتقدون أنهم يستطيعون تجنيد 2.3 مليون عراقي وأفغاني وأن يشتروا أيضا مساحات هائلة من الأراضي وأن يثبتوا وجودا عسكريا. تأكد لك تماما إذا خرج الطيران الروسي من المعركة والله لن يستطيعوا الصمود طيب. 10 أيام. طيب وضحت الفكرة، دعني أذهب مع سيد سعد. يعني إيران فيها شارع يغلي من سياسات حكومة بلاده، ويعني لا يحمل أحلام وطموحات النخبة الحاكمة، بل هو منشغل في مسائل عيشه والبحث عن رفاهيته أكثر من هذه الأحلام العقائدية أو الفارسية المتمددة خارج الحدود. أضف إلى ذلك صراع الأجنحة داخل الحكم في إيران. في ظل هذه المعطيات، ما مدى قدرة طهران على المحافظة على زخم مشروعها الساعي إلى التمدد، سواء كان عقائديا أو عرقيا فارسيا خارج الحدود، القدرة على الحفاظ على هذا الزخم؟ نعم أستاذي العزيز، هذا أعتقد بأنه يأتي ضمن كيف التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة وخاصة في سوريا وفي لا المناطق ليس المحتلة. ليس هذا السؤال، ربما يكون السؤال هذا مؤخر إلى مرحلة متقدمة، لكن ما فرص طهران في الحفاظ على هذا الزخم، في نجاحها في تمرير مشروعها والتوسع خارج حدودها في ظل الإشكالات الداخلية التي تعاني منها؟ نعم صحيح، بالتأكيد هنالك الأوضاع الاقتصادية الموجودة وأيضا الحريات الموجودة، بدأ يتفاقم المسألة الحريات، وأيضا هنالك الاستياء من السياسة الخارجية الإيرانية على حساب الشعب الإيراني، على احتساب اقتصاده والدخل الإيراني الذي الدولة التي تمتلك كل شيء، كل الواردات النفطية والغازية والحقول والماء وكل والزراعة، تجد أن الشعب الإيراني وبقية الشعوب الموجودة تعاني من الفقر وقلة الخدمات وسوء الخدمات، فهذا بالتأكيد له عامل في عجز إيران وأيضا تحدي الدولة الإيرانية في الاستمرار في هذه المشاريع. وهنا رأينا أيضا تراجع بعض إيران في بعض المواقع التي لها، سواء في الملف السوري أيضا هنالك نجد هنالك مواقف تراجع للحكومة الإيرانية، وأيضا في اليمن، وأيضا الآن هنالك تحدي آخر في العراق نجده لهذه الدولة الإيرانية، وهنالك أيضا مظاهرات واحتجاجات في البصرة المنطقة الشيعية لربما النفوذ الإيراني القوي الآن اليوم، وقبل أيام بدأت هنالك احتجاجات حقيقية ضد السياسة الموالية المدعومة من طهران. نعم. فإجابة أيضا أريد أن أعلق على مسألة هنالك يعني التقليل من الخطر الإيراني وخاصة في التغيير الديموغرافي والديموغرافي بالنسبة إلى المناطق. على سبيل المثال أنا أعطي نموذجا الاحتلال الإيراني للأحواز وقبل وأيضا تشييع الأحواز وأيضا اقتطاع وتفريس هذه المنطقة، وهذا نموذج يجب أن ندرسه حتى نتدارك
ونفهم الطبيعة طيب. الإيرانية وكيف التعامل في الشأن الروسي في الشأن السوري طيب. هنالك عمل تفريس واضح في النموذج الأحوازي وهنالك اقتطاع من الجغرافيا. أنا أخشى أيضا من التساهل وعدم المبالاة بالنسبة إلى الجغرافيا وضم واقتطاع الجغرافيا يعني بين قوسين أهل السنة إلى جغرافيا أو محافظات أخرى نعم. من غير أهل الفكرة. السنة فهذه الأمور خطيرة جدا. أنا أتصور إيران تعمل عليها وأعتقد أن نعم. هنالك دعم غربي وروسي في هذا لكن في هذا الشيء. لكن هذا يعني بناء على ما قاله هو ما قاله أيضا الأستاذ بسام جعارة من لندن. قال يعني بسام جعارة كلاما مهما ومن موقع المسؤول، كان مستشارا لرئيس الوزراء لسنين طويلة، قال إن الشارع العلوي لا يريد التشيع ويرى في العقيدة الشيعية من منظور سياسي وحتى ديني يرى فيها خطرا على ثقافته ومستقبله. هل عمليات التشيع التي تتم رغما عن إرادة الشارع العلوي وبإرادة السلطة أم أنها رغما عن الاثنين، السلطة السورية والشارع العلوي؟ بالضبط، أنا مع الأستاذ بسام أن الجانب الاجتماعي الجانب القيمي بالحياة الاجتماعية للطائفة العلوية لا تتلاقى مع الجانب القيمي العقائدي للنظام الإيراني أو للجانب الديني الشيعي. هذا كلام صحيح، لكن أنا بنفس الوقت لا أستطيع أن ألغي وجود حوالي 100 حسينية في الساحل في عريف اللاذقية وطرطوس، وأيضا حتى في ضرعة هناك العشرات من الحسينيات أكثر من مثلا مدينة السلامية ومدينة مصياف. يعني مدينة السلامية ومدينة مصياف فيها حسينية واحدة وربما مقفلة، يعني لا تعمى، يعني لا يوجد فيها نشاط، بينما في ضرعة هناك العشرات من الحسينيات، في دير الزور أيضا العشرات من الحسينيات. لكن أنا لا بنفس الوقت لا أستطيع أن أقلل الخطر النفوذ الإيراني من أين؟ من الناحية النفوذ العسكري والنفوذ المؤسساتي تعليميا اقتصاديا اجتماعيا. مثال ذلك، صحيح إيران لم تشيع اللبنانيين، لكن وجود حزب الله كحزب شيعي تابع لولاية الفقيه أليس هو مسيطر الآن على الدولة اللبنانية؟ لكن الآن مسيطر سياسيا ومسيطر عسكريا، تفاعلات دولية وتفاهمات دولية حول النفوذ الإيراني. لو سمحت لي نؤخر هذا صحيح. إلى بعد الفاصل، معذرة لدينا فاصل أخير ومن ثم لنا عودة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنتحدث فيها مسألة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ بسام، لو إيران الآن تلعب اليوم في منطقة عربية مكشوفة من الناحية الأمنية والسياسية وحتى الاستراتيجية ولا مقاومة لها تذكر، لكن بالمقابل هناك تفاعلات دولية يستشف منها الرغبة في تحجيم نفوذ إيران في المنطقة ولجمها وإعادتها إلى حدودها الجغرافية، في هذه المعطيات المتعارضة ظاهرا، إلى أين سيسير المشروع الإيراني التمدد الشيعي المذهبي برأيك؟ يعني قبل الإجابة دعني بس تسير نقطة صغيرة. أنا كنت بالمغرب، أعيش في المغرب، وكنت عملية تبشير يتم، كان هناك بعثات تبشير. ضحكت عندما سبق الأجوبة التقليدية، كان يقول لهم كيف يعني يتعاون مصاري إلى الفقراء لكي يتنصروا، كان يقول لهم كيف سنعرف أنكم صادقين معنا، يأتي جواب سيدي محمد صرنا نصارى. سيدي محمد يقسم بسيدي محمد صرنا نصارى، معنى آخر يعني هي كذبة. اللي بدي أقوله حتى في جنوب لبنان، أنا بدي أسأل اليوم إذا تم قطع المساعدات بمعنى الخدمات الصحية والتعليمية والرواتب التي تدفعها عصابة حسن نصر الله إلى أهل الجنوب والضاحية، إذا تم قطع هذه المساعدات المباشرة وغير المباشرة، فكم واحد سيبقى مع إيران في لبنان؟
أنت تعرف تماما أن وضع أهل الجنوب كان في منتهى السوء، كان يعانون من الفقر، وجاءت إيران بنات المشافي المدارس فعلت كل ما يمكن فعله واستقطبت الجميع. لكنك تماما لو كان هناك بديل كان انتهى كل شيء. كنا نقول بشكل دائم للإخوان بالخليج، إذا دفعته لشيعة لبنان من أجل مشروع آخر ينتهي حزب الله. بمعنى آخر البديل يجب أن يكون مادي أيضا. اللي بدي أقول بشكل واضح، نعم، اليوم سألت أي سوري ما رأيك بإيران، يقول لك المشروع الاستيطاني الإيراني أخطر من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وهذا يسجل ربح لإسرائيل لم نقدمه نحن، بل قدمته إيران عندما حولت العداء من عداء عربي صهيوني إلى عداء سني شيعي. إيران هي التي تتحمل كل هذه المسؤولية. طيب أنا بدي أقول كلام واضح، اليوم واضح أن إسرائيل تعتبر سوريا حديقة خلفية لها ولا تريد إيران. ولكن دعني أذكر بما قاله ترامب اليوم، قال كلاما خطيرا، ويجب أن نضع أيدينا على رؤوسنا ونفكر ونعرف ما الذي يفعله. قال أن إيران تتألم وأن طهران تحترم واشنطن الآن أكثر من السابق، وأنه ينتظر أن تأتي إيران، نعم، لتوقع معه اتفاق الجديد. طيب بمعنى آخر هو جاهز ليبيع سوريا والعراق واليمن والمنطقة العربية كلها، نعم، إذا دفعت له إيران المطلوب. وبالتالي علينا أن لا نقع أسيري وهم إسرائيل أو أمريكا أو الغرب في تصدي للمشروع. وضحت. نعم وضحت الفكرة. لو تحولت إلى سيد سعد، يعني هل تملك طهران من البراغماتية ما يؤهلها للمساومة على وجودها سواء كان المذهبي أو العسكري أو السياسي في سوريا مقابل الحصول على كعكة كبيرة داخليا في قضية الملف النووي مثلا؟ سيد سعد؟ أعتذر. نعم، إيران أعتقد بأنها ضحت بمئات وآلاف من الشيعة مقابل مشاريعها وتوسعاتها ونفوذها. طيب. يعني هي باستطاعتها أن هنالك تعتبر أن الملف السوري وأن الملف اليمني وأن حزب الله في لبنان وأن في المنطقة والمعارضة البحرينية، كل هذه ملفات وصفقات قابلة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أيضا دورها في العراق خاصة ودعمها للحكومة المستقبلية القادمة. الآن هنالك ملفات عديدة لإيران لعمل صفقات ليست مقابل الصفقة الملف النووي، لا، هنالك أيضا نفوذ وتواجد لإيران وتأثيرها على هذه الدول، وأيضا السطوة والسيطرة على الحكم في هذه البلدان. نعم. فإيران يعني تستطيع أن تبيع كل شيء مقابل وجودها وأيضا ضمان استمرارية هذا النظام. ونحن نقول أن هنالك حركة داخلية وأيضا ضغط دولي وأيضا خارجي على هذا النظام، ولربما حسب يشعر هذا النظام بالخطر. نعم. خطر السقوط، خطر أن يكون هنالك كل أحلام هذا النظام تتبدد مقابل أن يزل زلة خطيرة أمام الولايات المتحدة. وتعرف الولايات المتحدة وخاصة سياسة ترامب أن إيران الآن مثل ما قال سيد جعارة وأيضا بتصريحه أن ترامب، إيران الآن باتت تحترم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بسبب شعور إيران بأن جدية الولايات المتحدة بإسقاطه يعني قريبا. جميل. نعم. نعم جميل. سيد طلال، يعني يبدو أن أمامي نوع من التعارض في المحتوى الذي قاله الضيوف. السيد بسام جعارة قال إن ما يحصل هو ضد إرادة العلويين وأنها لا تنجح في تشييع العلويين، لكن الدراسة التي أشرفت عليها وكنت طرفا فيها وهي استندت على بحث ميداني للاتحاد الأوروبي عام 2006 أن العلويين سينقرضون بعد ربع قرن من الزمان وقد مضى 10 سنوات، بقي 15 عاما. أيهما كلامه أدق، بسام جعارة أم تقريركم؟ أعتقد المسألة تعود إلى المستقبل، يعني فيما لو استمر هذا النظام بحاجة عسكريا واقتصاديا وسياسيا للنفوذ الإيراني، أعتقد
أن مسألة التشيع مستمرة وربما في الطائفة العلوية بنسبة أعلى، لكن المسألة ربما اختلفت عندما تدخلت روسيا ب 2015. أعرف بالملاحظة والعيانية أن هناك العديد من العلويين تنفسوا الصعداء أنهم تخلصوا من مسألة النفوذ الشيعي الإيراني وتخلصوا من مسألة الالتزام. يعني هذا العلويين هل هو ظاهرة في الطائفة أم أفراد عائلات؟ لا، إلى حد ما نسبة لا بأس بها، لكن أنا كمؤشر على موضوع النفوذ الشيعي الإيراني أو على النفوذ السياسي الإيراني هو أن إيران أصبحت دولة ضامنة وفاعلة في مستقبل سوريا. الآن هي دولة فاعلة في مؤتمرات سوتشي، صار ينبغي التعامل معه كأمر واقع. وبالضبط هي أصبحت كونها لها نفوذ داخلي ونفوذ عسكري واقتصادي وإلى آخره، فأصبحت معترف بها من الدول الإقليمية والدولية، فهي موجودة في سوتشي وموجودة. لكن إسرائيل لها كلام آخر. هذا الموضوع ربما ما يعلن غير ما هو مخفى. طيب. أعتقد لن يكون هناك صدام حقيقي بين إسرائيل. طيب. وإيران، والجميع يعلم أن إسرائيل هي من زودت إيران في حربها ضد العراق في الثمانينات، فهذه المسألة أعتقد أنها نوع من الإعلام فقط للاستقطاب المزيد من المسلمين والعرب تحت عنوان أشكرك. المقاومة والممانعة، وهي الشعارات أصبحت بالنسبة للمواطن فارغة وللاستهزاء. يعني المواطن السوري وغير السوري يستهزئ بهذه. نعم. الشعارات موضوع أشكرك شكراً بيسوري. أشكرك شكراً جزيلاً دكتور طلال. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو أن نكون قدمنا المفيد والممتع لحضراتكم. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الدكتور طلال مصطفى الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وعبر سكايب من أمستردام في هولندا السيد سعد الكعبي الباحث في الشأن الإيراني، وكان معنا أيضا من لندن عبر الهاتف الأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي السوري. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، إلى اللقاء.